أهلا بكم. وصل عدد من تقدم بطلب استقالة من القطاع الحكومي في محافظة اللاذقية إلى 900 شخص منذ بداية العام الجاري، وفقا لما نقلته صحيفة الوطن المقربة من النظام. وقالت الصحيفة إن معظم الموظفين في القطاع العام يشتكون من قلة الراتب قياسا بارتفاع تكاليف المعيشة. من جهتها أكد رئيس اتحاد العمال في اللاذقية منعم عثمان أن معظم العمال المستقلين هم من قطاعات العمل ذات البيئة الصعبة كعمال الغزل والنسيج، إضافة إلى الأعمال التي تتطلب مصاريف أجور طريق لكونها بعيدة عن مكان إقامة العمال. أفادت صحيفة تشرين الموالية بأن سعر أرخص سيارة في سوريا الآن لا يقل عن 30 مليون ليرة، في حين قد تصل أسعار السيارات المنتجة خلال العامين الأخيرين إلى أكثر من 2 مليار ليرة. واعتبر مدير جمعية صيانة السيارات يوسف الجزائري أن سوق بيع السيارات انتهى وهو حاليا شبه متوقف منذ عامين تقريبا، مشيرا إلى أن نسبة القادرين على شراء سيارة لا تتجاوز 5% من السوريين، وذلك لانعدام قدرتهم الشرائية. هذا ولفت أيضا إلى عدم وجود جهة رقابية تحدد سعر السيارات وتضبط ارتفاع أسعارها الكبير المرتبط بشكل أساسي بارتفاع سعر الصرف المتذبذب بحسب ما ذكر. توقف معمل الأعمدة الخرسانية في حمص عن العمل لعدم توافر الحديد اللازم للتصنيع، وأشار مدير المعمل بسام يوسف إلى فشل استيراد مادة الحديد نتيجة عدم تقدم أي تاجر للمناقصة، مشيرا إلى أنهم يدرسون إمكانية استبدال خط الإنتاج أو التشارك مع القطاع الخاص من أجل إعادة إقلاع المعمل، مبينا أن المعمل يستطيع التشغيل بنسبة 10% من الطاقة الإنتاجية التي تقدر بإنتاج نحو 50 عمودا شهريا في حال توافر الحديد. تدرس حكومة النظام فرض رسوم مالية على مالكي ألواح الطاقة الشمسية المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية. وقال موقع صوت العاصمة إن عددا من اللجان التابعة لوزارة المالية والجمارك أجرت كشفا عشوائيا طال العشرات من المباني السكنية التي يتجاوز عدد طوابقها أربعة طوابق داخل مدينة دمشق. وأضاف أن القرار الذي تتم دراسته ينص على وجوب التصريح عن الطاقة البديلة الموجودة على الأسطح المشتركة للأبنية السكنية وإبلاغ البلديات بالمساحة المستهلكة لكل منزل أو محل تجاري، فضلا عن وجوب التصريح عن نوع المنظومة والألواح المستخدمة، مشيرا إلى أن المبلغ ربما يصل إلى 150 ألف ليرة سورية للمتر المربع. يشتكي أهالي قرية نوى في ريف حمص الشرقي من انقطاع المياه بشكل كامل عن منازلهم منذ نحو 7 أشهر، وقالت شهادات محلية إنهم راجعوا مؤسسة المياه مرارا التي أبلغتهم أن سبب الانقطاع هو تعطل خط المياه المغذي للقرية، إذ أشارت رئيسة الوحدة الاقتصادية ناهد القبة إلى أن أعمال الكشف عن الأعطال على الخط بين قريتي البويضة ونوى مستمرة، وذلك بعد التأكد من وجود انسدادات أدت إلى ضعف التصريف من الخزان وبالتالي عدم وصول المياه إلى القرية بالشكل المطلوب، زاعمة بحل المشكلة خلال أسبوع واحد. ارتفع سعر قالب الثلج في دير الزور إلى أكثر من 7000 ليرة سورية في ظل ارتفاع درجات الحرارة والانقطاع الطويل للتيار الكهربائي. وقال موقع نورث بريس إن الأهالي يضطرون لدفع ما يقارب 200000 ليرة شهريا ثمنا لقوالب البوض مع ارتفاع سعر القالب بنسبة 100% عن العام الفائت. هذا ويحمل السكان مسؤولية ارتفاع سعر المادة إلى قلة الرقابة من قبل مديرية الصناعة التابعة للإدارة الذاتية وتذرع أصحاب المعامل بارتفاع تكاليف الإنتاج.